سلام، انا بيجي مؤدي ستاند اب، او ممكن تقول كنت مؤدي ستاند اب كوميدي. زي ما انتم عارفين في حياه اي ممثل لازم تحصل لي انتكاسة تنزل للإبقاء. حالي كأنك تحاول تمسك الدخان بيدك العاريتة، ولكن كل مرة أقول إن يوم من الأيام حصل لي أنا لا يوم لين ديك الله وأنا وزيك أخباركم شنو يا أخي؟ لعبت ستاند اب كوميدي أنا عامل يا زول كويس، لعبت مجاني وكلكم مرحبتين. مجاني؟ مجاني؟ لكن مجاني ولا كتب جدا؟ حلو حتى لو العالم كله ضدي. هاي دي ما طريقة الكلام تاع مع الشخص ده، قال الموضوع سهل، قول له يجي هنا يتحدى نفسه ولا حاسس بنفسه. اسمعوا، كلنا كنا في موقف حسينا انه العالم ضده، لكن نضحك على شخص معاني ده بوضح ان احنا ما قاعدين نواجه معاناتنا وشخصياتنا ضعيفة. اوه كهرباء هنا يا حبيبي، امورك يا مهندس، رجال الجمهور. ما علينا، راح انت تستطيع. كهرباء ما عارفه بالليل شنو صار يا اخي، ياخذ الدنيا دي خلاص قال طيب القت اي عرض عم يفشل. الله الحالة ضايقة يا زلمة، ممكن نجي معاك؟ هذا تفضل روح اضرب العدو. يلا نجري يا حبيبي. هنا مشيت مع كهرباء الجيم عشان لو داير تغير اي حاجة في حياتك ابدا تغير جسمك عشان صحتك اولا وعشان تتعدى حياتك. بعد ما رجعت ثقتي بنفسي وطورت الإلقاء بتاعي في الستاند اب كوميدي، قررت إني أعمل أول عرض ستاند اب كوميدي لي بعد فترة طويلة، وبدأت بتنفيذ فيه. عليكم الصلاة والسلام. ماسك سبت حسنات من وراك. المهم مبدئيا كذي أنا ما مجهز أي حاجة، فهل حابين إني أقول قصة حصلت لي ولا حابين أتكلم عن موضوع؟ قصة. يا جماعة انتوا ما لكم بتحب الشمارات كده. قررت اني اطور من مهاراتي في الكوميدي والاستاذ.
ستاند اب بس كتبت كم سكتش كذي ومحتار، فيا ريت لو تقدر تساعديني اني اختار واحد فيهم. اكيد بقدر اجي، اوكي بس اخلص مشواري وبقيلك. وهنا قابلت مريم في كافيه توينز صديقتي المفضله، بدينا نخطط لعرض الستاند اب الجاي. والنصيحه الممكن اقولها لك هنا انه يد واحده ممكن ما تصفي، لكن يدين اكيد هتصفي. فدايما استعين بصاحب ليش يساعدك في اي حاجه تتعلق بحياتك. زي ما انت شايفه انا جهزت عده نكت، فانا ده رايك يعني. اوكي اول واحده دي هاي. اوكي دي حلوه بس النهايه دي ممكن تغيرها تبقى احلى. ليه؟ على النهايه، النهايه مش حلوه مش هتضحك. وهنا حانت اللحظة وقت العرض. زول صعبة صعبة مو مقدرة يعني. وحان وقت العرض. واطلع زين. قررت شو يا جماعة؟ هو لسه ما مدت لك شكرا. قررت شو يا جماعة؟ إني أعمل ضايع. وهنا نهاية العرض، الناس كلهم معجبوا بالعرض بتاعي، وده كان أول انتصار لي بعد مدة طويلة. ما مهم عدد المرات اللي تفشل فيها، كل العظماء سواء رياضيين أو ممثلين أو فنانين فشلوا أكثر من 1000 مرة عشان ينجحوا مرة واحدة بس. وأنت قل لي شنو طموحك وشنو الصعاب اللي واجهتك. وأستأذنكم، ده الوقت إني أسلم على الجمهور هسي.